Écotalk. إيكوتولك ضيفي هو حمدي حشيد مختص في البيئة والتغيرات المناخية وش حكينا على Earth Overshoot Day وهو يوم تجاوز قدرة الأرض كما كنت نقولكم دخلنا في الأحمر مش كان حسابتنا في البنك كهو في الأحمر ما دخلنا فيه زيادة في البيئة وفي الموارد هو اليوم اللي نكون استهلكنا فيه الموارد اللي الأرض قادرة تنتجها تجددها أو لازمها عام باش تجددها يعني نبدأ ونعيشوا أكريدي معنا ديبيتور في الموارد الطبيعية والبيئة الأرض عندها قدرة على الإنتاج واستيعاب التلوث هذا شنو باش يزيد يفسر هنا حمدي حشيد عسلامة عسلامة لبنى ومرحبا بضيوفك وكل مستمعين الكرام هجر مش لبنى أما مش مشكلة كيف كيف لبنى ولا هجر كيف كيف حمدي أنت قلت نهار أوت ندخلوا بعد في 7 شهور نهار غرة أوت نكونوا دخلنا في الكريدي دونك يكون الأرث أوفر شو داي ولا هو يوم تجاوز قدرة الأرض الأرض اللي لازمها عام باش تجدد مواردها احنا نستهلكوه في 7 شهور قلت زيدا لي اليوم معناها باش تكفينا الموارد بالطريقة اللي قاعدين نستهلكوا فيها هي لازمنا كوكب أكبر بريسك مارتين من كوكب الأرض يعني مرة فاصل 75 لو كان نلخصوا شوية حمدي باي خلينا نفسر الناس تسمع فينا شنو الأوفر شوت داي ولا هاي. يوم تجاوز النفقات يعني عبارة خلينا نمثلها بشخص أما نحكيه على كوكب الأرض ككل هاي. عبارة أنت عندك شهرية معناها تسبب لك رأس الشهر على أساس تكفيك 30 يوم لكن أنت يوم 20 في الشهر مثلا استعملت شهريتك الكل دونك انا شنو يصير؟ تتلزم معناها باش تتسلف ولا تشوف موارد اخرى باش تكمل بقيه الفتره نتاعك، هذا قاعد يصير على صعيد كوكب. كوكب معناها نحن عندنا الموارد الطبيعيه الموجوده سواء ماء ولا طاقه ولا نحاس ولا كوبات ولا حديد ولا بترول ولا اسماك ولا خشب ولا اي مورد طبيعي كان، هذاك تحسب قد ايه نصيب الفرد فيه وقد ايه نسق الاستهلاك بتاعه اكثر من 8 مليار شخص وبالنسبه قداش معناها مفروض الموارد هذيك بالنسق الاستهلاكي نتاعنا وقتاش تكفينا ولا وقتاش توفى دونك انا المشكل معناها واقع فما حسبه معناها نتاع خوارزميات تعملوها باش نشوفوا اليوم بالضبط اللي نعرفوا به وقتاش كملنا استهلكنا الموارد الطبيعيه المتاحه لنا في عام لكن في نكملوها قبل العام. دكو. معناها نحكيو على الاوفر شوت داي للاسف معناها الاوفر شوت داي تقريبا كان منذ سنوات في حدود يوم 9-8 أوت وثنين نحكيه على يوم 1 أوت اللي تعدى معناه تجاوزنا فيه في التاريخ ذاك نكون استهلكنا الموارد المتاحة لنا في عام في 17 عام هذا هو الأوفر شوت داي. إكزاكتومون هو مهم معناها كل معناتها كل عام نزيدوا نخسروا أيامات لكن معناتها اللي لازم نقعدوا معناتها اللي لازم نستنجوه اللي احنا في 7 شهور نستهلكوا اللي المفروض نستهلكوه في عام كامل وهذا في حد ذاته معناها سي أسي إمبوغتون يعني سي نجم نقول معناتها كارثي خاطر اليوم نشوفوا في النتائج معناتها مباشرة على حتى على حياتنا اليومية اللي نعيشوا فيه من قصن ماء من قصنظة وهذيك الكل الطاقة وبطبيعة هذا الكل عنده امباكت زايدة على الاقتصاد في البلاد على الاقتصادات العالمية تنجم يصيروا دي كونفلي غدوة معناتها الماء ينقص معناها الناس بشوي تتقاتل على الماء بطبيعة فما مصروف يعني كي توفى معناتها لي غوسورس توفى الموارد هذيك نمشي نجيبوا موارد كيف ليكو سيستيم معناها هو هذا المطروح معناها في النقاش اللي معناها الموارد هذيك منين تجي؟ اكزاكتلي اللي باهي قول انت الكامل كملت عبارة نحن عايشين بالروج اي معناها مثل فيها معناها باللي قاعد يصير على كوكب سعيد فرد لكن الكوكب الكل والبشريه كلها عايشه على الروج معناها عباره نجدوا من حقوق اجيال اخرى اللي قاعده تتولد توا ولا مازالت ما تولدتش قاعدين نستعملوا لهم في حقوقهم في الموارد الطبيعيه هذيك اللي ممكن معناها الناس باش تولد بعد 20 سنه مش بالضروره باش يلقاو دي جيزمون مثلا تاع نحاس ولا كميات مياه صالحه للشراب معناها بنوعيه جيده نوع الماء ونظيفه ممكن تكون متوفره الماء لكن مش تكون معناها بالوفرة اللي كنا نتصورها قبل نفس الشيء بالنسبة للموارد الطبيعية الأخرى الكل يطبق عليها الكلام لكن بدرجات نسبية في القياس مختلفة نوعا ما وهنا مثلا فما مجتمعات النسق الاستهلاك نتاعها رهيب مثلا المجتمعات الغربية النسق نتاعها رهيب ورهيب جدا وفما بعض الدول معناها اللي تقريبا ماهيش تأثيرها مثلا نحن في تونس الأوفر شوت داي نتاعنا قبل في أكتوبر معناها نحن كشعب تونس معناها نكون استهلكنا الموارد المتاحة لنا في بعض شهر اكتوبر ما نستحضرش التاريخ تحديدا بالضبط لكن بعض النصف الثاني
لي اكتوبر نكونوا معناها كملنا البوارد الطبيعيه المتاحه لنا كشعب تونس، ونكونوا معناها تقريبا الروج نتاعنا في شهر وشهر ونص فقط. لكن معناها فما دول اخرى مثلا كيما قطر ابتداء من 3 4 فيفري معناها تكون استهلكت الموارد المتاحه لها الكل. في شهر معناها برشا اكثر من الموارد المتاحه. اكزاكتومون في شهر تستهلك موارد عام كامل، يعني رهيب جدا، يعني مش رهيب. هذا للاسف مرتبط بخبرة شرائية، مرتبط زاد بدرجة وعي وثقافة كبيرة، يعني فما شعوب الآن فيها منظمات استهلاكية بيئية قوية جدا، لوبيات معناها تعمل على التوعية، تعمل على التثقيف، المواطنين نتاع الدول هذيك واخذين الأمور بجدية ويعملوا على تحسين الأرقام نتاعهم، الأرقام الوطنية، ما كيش الرقم على مستوى الكوكب للأسف، لأنه الصين والهند معناها من كبار المستهلكين في العالم، ما همش عاطين أهمية كافية للموضوع هذا، بالتالي كيف كيف الولايات المتحدة الأمريكية ولا دول الاتحاد الأوروبي وحتى بعض المجتمعات الاستهلاكية الأخرى كما دول الخليج مثلا ما يعطيوش اهتمام كبير للنقطة هذه، يحبوا يحسنوا باش نقولوا معناها بكل صدق، هم يحسنوا في الأرقام لكن ما زالت بعيدة كل البعد، معناها حتى باش تحسن أسبوع أو أسبوعين، نحن نحكيو على عام فيه 52 أسبوع، الأرقام ما زالت بعيدة كل البعد، وهذا نحكيو على كوكب كرة تعوم ما بين هو وذا نحن عايشين فيها، ما فماش كرة أخرى. النسق نتاعنا توا معناها باش نكفيو به الحاجات نتاعنا الاستهلاكية، لازمنا 1.7 كوكب آخر، معناها لازمنا 0.7 أكثر مشترك كوكب أرض آخر باش نكفيو نفس النسق اللي نحن قاعدين نعيشوا به الآن. أي أنت حكيت على التفاوت بصفة عامة بين الشعوب، وحتى في 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 وسط الشعوب بيدها نجم نحكيو على تفاوت، وهذا ديما نقولوا كي نحكيو على الشح المائي نقولوا راهو فما فئات اقتصاديا واجتماعيا معناتها هي تتضرر أكثر، فما فئات زادة معناها سي بازي حتى سور لا كيستيون دو جونغ، يعني على الهوية معناها النوع الاجتماعي زادة معناها النساء تتضرر أكثر، يعني هذا الكل معناها اليوم يخلق تفاوت ويخلق عدم مساواة. دونك شنو اللي لازم نعملو؟ كيفاش لازم يكون الانتقال الطاقي؟ خلينا نحكيو على تونس. الانتقال هو مش انتقال طاقي برك، هو معناها مربوط بوعي استهلاكي كبير، معناها الانتقال الطاقي ممكن يساعدنا باش نخفضوا الارقام هذيك، التوجه نحو معناها النجاعة الطاقية قبل ما نحكيو على الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية معناها اللي موجود اللي انت موجود عندك ولازمك تعرف كيف تستهلكه بطريقة اقتصادية، هذا كمرحلة أولى. المرحلة الثانية نمشي وقت الاستثمار في الطاقات المتجددة والمرور للطاقات المتجددة. وكنقطة ثالثة كيف كيف معناها ماذا بينا كي ندخلوا، أنا ديما نقول لهم في كل فورماسيون ولا كل فرصة باش نحكيو على الموضوع هذا، كل ما تدخل أنت بغون سيرفاس أنت دوما تبدا تاخذ طاقة في الياغورت وطاقة في البسلي تلقى هذاك كله ريتو ترافيه ديوري دي سيجور نتاعو بعد فترة كله باش يولي ديشي. هذاك معناها صار مشى للمرحلة الاستهلاكية وكله اللي ترافيه معروض باش يتحول إلى نفايات مستقبلية. يعني بالتالي معناها لازم نحن التحدي مش تقول لي ما نستهلكش، لا طبعا لازم تستهلك لكن بعقلانيه، معناها لازمنا نخفضوا من كميات معناها الاستهلاك نتاعنا تكون معقلنه اكثر من قبل، سواء في الطاقه سواء في الماء سواء في الموارد الطبيعيه الاخرى، لانه فما تحديات كبيره، فما بصمه كربونيه نحكيو مثلا كل منتج يوصل قدامنا مصنع راهو استهلك طاقه، راهو استعملنا خاطر طاقه استعملنا خاطر موارد طبيعيه، وبالطبيعه هذاك كل استعملنا معناها كهرباء واستعملنا والكهرباء ذيك معناها وقعت تيجا بغازات ولا معناها بطاقات احفوريه اللي معناها تسربت الغلاف الجوي قاعده تعطي فينا في الطقس اللي برا في استديوهات الاكسبريس واللي نشوفه فيه كله سخون، بالتالي الحكايه تستوجب منا وقفه عقلانيه، وبالاخص معناها نقولوا نحن لاتيتيود ديكو كونسوماسيون، معناها ليكو كونسوماسيون اللي انت تكون عندك كيما تلفايوزا معناها ولا جيرو فار في مخك، معناها نحاول نقص الاستهلاكي بنسق بسيط لكن عنده تاثيرات كبيره كفرد، بالاخص كي تكون مع مجموعه افراد وكتكون وعي شعبي عام، وانا فما راه حكومات وسياسات وبرامج انتخابيه، للاسف نحن مازلنا ما وصلناش للنضج هذاك، لكن قاعده تعتمد تشوف انت معناها البرنامج الانتخابي نتاعها كله حاجات من هذا القبيل. خاطر الموضوع نعم. مهم ماهوش لوكس ماهوش ترند، يعني كيما لا ماهوش لوكس معناها كي تفضل انت 50 درجه و40 درجه و45 درجه ومازلنا باش نفوتوا باش نسمعوا معناها التحدي هذاك قاعد يولي معناها تحدي يومي لينا باش نعيشوا في الظروف هذيك، ماهوش لوكس ابدا ما كانش. درجات الحراره المرتفعه، ارتفاع منسوب البحر والمعطى اللي باش يطلع زاده كيف كي نقولوا راهو ارتفاع منسوب البحر راهو نقولوا فما معطى يابسه باش يبلعها البحر، نقولوا فما جزر باش يبلعها البحر، يعني الناس اللي تعيش فيها ولا اللي تسقط منها وين تمشي، نقولوا زاده معناها برشا باش نخسروا برشا، يعني وسيوجون يعني هذا الكل نحكيو فيه ساعات لكنه مغيب معناتها في كيما قلت انت
سي حمدي يعني في الخطاب السياسي مغيب وما فماش برامج، خاطر هو راهو يعني اوكي تجو تعمل حملات توعويه معنا باش يكون الاستهلاك يكون معناتها ترشيد الاستهلاك يكون ريسبونسابل معناتها ايكو ريسبونسابل، لكن راهو ما نجموش نحكيو في غياب استراتيجيات معناتها تاع دوله تاع حكومات. خلينا من استراتيجيات، سياسات بسيطه. كلمة استراتيجيات ممكن أكثر كلمة مظلومة في تونس، نحطها في مين يجي وقت من اللي يجي. خلينا نقول سياسات، سياسة بسيطة على الأقل قادرين نبداوها من المرحلة الأولى للمرحلة النهائية في التطبيق تكون ناجحة وتعطي حتى نتائج بسيطة كبدايات أو معناها حتى لفترات قصيرة أو مخططات قصيرة راهي تعطي معناها نتائج مبهرة على صعيد البيئي وعلى صعيد حتى الكاليتي في تاعنا. اللي نقول استراتيجيات خاطر جوستومون راهو لازمك تخمم معناها على المدى القصير والمتوسط والطويل، معناتها كور مويان لون تيرم لازمك تخمم، هذاك علاش نقولوا معناها هو للاسف معناها خاطر فما سوء توظيف كبير من صناع القرار ولا صناع السياسات في تونس للكلمه هذه، هذاك معذره يعني لكن حبيت نسلط الضوء على الموضوع هذا، معناها يقع حشره فين ميجي. فهمتك هذاك علاش معناها خلينا نفرقوا ما بين سياسه استراتيجيه، لانه تقريبا معظم اللي نطبقوا فيه لا يرتقى لمستوى استراتيجيات. هو سياسات حينيه واستجابه حينيه لمشكله حاصله الان. اي لكن ما تصيرش الامور باش تصير امور تاع مجموعات كبيره تاع شعب بالطريقه ذيك للاسف. اي لكن الوضع ما عادش يسمح اليوم، الوضع ما عادش يسمح اليوم خاطر هذا واقع قاعد يفرض في روحه ومازال باش يزيد يفرض روحه، معناها اليوم تنجم تحكي في الخطاب السياسي تقول لاباس، تقول على ما نعرفش انا تحكي على فساد، وهو الفساد اكيد معناها في بارتي دو لا شوز، اما تحكي على مؤامرات تحكي على اللي تحب انت، لكن الوضع هذا اليوم باش يفرض روحه خاطر اليوم فما ناس ولات مقتنعه انه ما فماش شح مائي، هذايا معناها بروباغندا وحاجات غالطه، يعني وصلنا للدرجه هذه اليوم معناتها هاي النتيجه قاعدين نشوف فيها، ما يقص ليله كامله في برشا جهات، معناها ناس اليوم درجه حراره معناها ولات انسوتنابل، معناها حتى السخانه بيدها مش حتى درجه الحراره، يعني حاجه ولات ما عادش تتحمل، يعني نقص في الموارد كما قلت انت، معناها قاعدين نقضيو على الموارد الاجيال الجاي، دونك سياسات حينيه اوكي، اما شنيه معناتها سياسات الحينيه اليوم نعرفش. هذا معناها نشوف نحن للاسف مازلنا نتعاطاو بالخطاب الغيبي مع المواضيع اللي تم البيئه والمناخ، ان شاء الله ربي يفرجها. معناها مازلنا نعتمدوا على الخطابات نسقط تهم جزافا في معناها على اطراف اخرى، معناها هذا ما يحلش المشكل، راهو نحن قاعدين نصدروا في المشكل الى جهه اخرى، لكن ما مانيش قاعدين نحلوا في المشكل بطريقه معناها عقلانيه للاسف، وهذا معناها اللي ديما يؤسفني، معناها اللي نشوفه مانيش قاعدين نحققوا في التقدم المفروض كنا نقدموه، معناها تعدينا بمراحل سياسيه، مراحل ممكن اداريه، مراحل ثقافيه، معناها تخلينا المفروض في مستوى نكونوا جاهزين للتعامل مع الازمات بمرونه كبيره وكبيره جدا، لكن الواقع اللي صار على ارض الواقع بعيد كل البعد للاسف على اللي استناوه او المرجو تطبيقه. حمدي معناتها في ماش كان طلعت على التقارير، اكيد راك طلعت على التقارير وطريقه تقارير البنك الدولي الى اخره، معناتها تشوف فيها اللي لازم اتخاذ قرارات توا ولا معناتها لازم الاستثمار في 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 معناتها في البيئه وفي التغيرات المناخيه، مع هذا معناتها ولو ان ما نعتبروش يعني بلد ملوث، تونس ما تعتبرش كما قلت انت معناتها بلد ملوث برشا، لكن البلدان الاخرى ما تعتبرش، لكن نتقاسموا نفس الكوكب، يعني اللي يصير في كله العواقب مش تمسنا بطريقه او باخرى، معناها شوف حتى كان عندنا مسؤوليه بسيطه، حتى كان عندنا مسؤوليه بسيطه في الموضوع ماهوش باش ينفي معناها اللي مش ناخذوا باينا من المشكل، معناها هذا اللي لازم الناس تفهمه، معناها النفي اوكي ما ساهمني شيء، ومن بعد هي قاعده تسخن الدنيا، هاو التدهور قاعد يمس في الناس كلها، والبحر قاعد يطلع الناس كل، معناها مجرد قلت اني انت ما ساهمتش معناها حميت روحك، هذا اللي قاعد نتمشى نمشيو فيه للاسف، لازم نفهموا هذا امر واقع، التغيرات المناخيه جات باش تقعد، راهي جات باش تقعد فترات طويله وطويله جدا، وجات معناها اللي باش تجبرنا باش نتكيفوا باش نغيروا طريقه عيشنا باش واقع جديد ولا مفروض علينا، بالتالي لازمنا طريقه اخرى معناها تاع تفكير وصياغه سياسات وحتى الجهوزيه نتاعنا، نحن للاسف حتى على المستوى التوعوي مازلنا كنحكيو عليه مازلنا نواجهوا في مشاكل معناها نتاع لطف تجيبوا كان في الاخبار الخايبه تحكيوا كان حاجات، هذا واقع للاسف، هذا حاجه قاعده تصير في الوقت اللي انت عايش فيه، لازم نحكيوا عليه، لازم معناها نحكيوا على المناخ، نحكيوا كوميونيكاسيون معناها دو شوك،
معناها اللي لازم تصدم مش تغير حاجه مش تفهم معناها خاطر العامل الوقت ماهوش عندنا. بالضبط. عامل الوقت معناها الاريحيه نتاع الوقت والحيز الزمني اللي انت مشكلتك يعمل العاش غدوه ونظره استشفاء. استشفاء تاع شنو يديك ربي؟ شنو هي الاستشفاء تاعك يعني؟ معناها ناس قاعده تخسر في اقتصادياتها. نحن ولينا معناها فما دراسه ما عندهاش برشا من اللي نشرها المعهد العربي لرئاسه المؤسسات اللي سي اللي قال لك معناها تو دانفلاسيون كليماتيك في تونس التضخم ولا يمس 0.9 من معناها من قيمه الاقتصاد تقريبا. معناها 0.9 ومعناها الرقم هذا باش يطلع ل 1.4 معناها شنو هي مازلت تستشف؟ معناها هنا شوف راه مستوى فما حاجه للاسف مازلنا ما عملناهاش ما لازمنا نعملوها اللي معناها تطبيق حاله طوارئ مناخيه، حاله طوارئ على مستوى التشريعات، على مستوى السياسات، على مستوى التطبيق، على مستوى حتى احداث اجهزه تجمع الوزارات الكل عندها الحق معناها في اخذ قرارات ممكن تكون سريعه نوعا ما وما تتمرش بك المتاهات البيروقراطيه. فما رقم مفزع نتذكره في تقرير البنك المركزي معناها سان شيفر هو تاع 19 مليون نازح ناس باش تتحرك في شمال افريقيا تقريبا فقط كان ذكرتي ما خانتنيش 19 مليون نازح بسبب المناخ او مهاجر بسبب المناخ يعني شوف العدد هذاك حتى فوق ال 200 مليون معناها الرقم هذا ماشي للارتفاع مش ماشي للانخفاض للاسف لانه معناها نشوف مجموعه من العوالم مجموعه معناها واكثر المجتمعات المتاثره هي المجتمعات الفقيره معناها المجتمعات اللي ما عندهاش الامكانيات الماليه للتعامل مع التغيرات هذه معناها قد التعامل مع التغيرات المناخيه ولا التكيف المناخي لازموا اعتمادات تكنولوجيه اعتمادات ماليه على مستوى البنيه التحتيه كيف كيف معناها فما فلاحه راهو فجاه معناها ما عندهمش درجه كافيه من الثقافه باش يفهموا المتغيرات وعلى الاقل يتاقلموا معها لازمك انت تساعدهم توفر لهم التاثير توفر لهم معناها الامكانيات كان فما امكانيات معناها على الاقل تساعدهم على التكيف مع الوضع الجديد هذا كله يقتضي معناها مرونه كامله معناها على مستوى التطبيقات وكيف كيف معناها ثم مرحله استعجاليه مش مرحله معناها تاع تصبر تاع وقت ومازال غدوه انا مازلت نستغرب من الناس اللي مازالت ماخذه وقتها وتقول لك لا ونهولوا شنو نهولوا؟ شنو هو اللي نهولوا فيه؟ هذا واقع لو قاعدين نخففوا في كلامنا ابسط معناها نخففوا فيه لاقصى الدرجات معناها لو الواقع اخطر برشا من اللي قاعدين نحكيه شوف انت التقارير حتى العسكريه واللي تحكي على التغيرات المناخيه معناها في معناها اللي هي من الحاجات اللي تهدد الناس ولا تاخذ في سيناريوهات معناها تم الامن الغذائي معناها والتامين مناطق معينه معناها فما ناس مشات المرحله المواليه معناها من التفكير خلينا نقول هنا الكلمه صحيح الاستراتيجي مش اللي نعملوا فيه معناها هي سياسات حينيه بالضبط فهمتني هذا معناها اللي قاعد يصير معناها نحن مازلنا ناخذين الامور ببساطه لان الامور عندنا الاريحيه الكافيه بالوقت للاسف لا مش هذا اللي قاعد يصير اللي قاعد يستوجب منا التحرك اسرع ما يكون. راهي ما تقلش اهميه على الفساد وعلى التامر على امن الدوله، هذا بيدو راهو تامر لكن بطريقه معناها تم الكوكب كله ممسوسين بها بدرجه بطريقه مباشره، هذا لازمنا نفهموه معناها راهو الامر مش حاجه ثانويه مش تعترف، هذا الامر بات معناها يتعلق حتى بالوجود البشري. وتاثيراته معناها حتى على فئه العش اي بعد ما نقولوش بين الناس قاعده تهاجر معناها بعدد غفيره ما نقولوش لازم نلقاو حل للهجره كتحب تلقى حل للهجره القى حل معناها للاسباب اللي قاعده تلز وتهز شوف ما باش نقول لك موقف تو يمكن نحن في قلب الديبان نتاعو معناها على افارقه جنوب الصحراء وما ممكن نحن عشرات الالوف اللي نشوفوا فيها مزعجونا بعض ازعجوا البعض انا ما نقول ما زعجونيش هذاك حق بشري الهجره لكن لازم الدوله ذيك تشوف حلول بطبيعه بما يتلائم قدرتها ويتلائم مع سيادتها وامكانياتها هذا نتفهم لكن راهو كالعشرات الالوف مشوا اليوم ملايين مش في تونس فقط راهو معناها كحق بشري يعني هما عندهم منظومه الانتاج السلاحي في الدول نتاعهم قاعده تنهار يعني الناس هذيك باش تتحرك بطريقه او باخرى معناها تشوف انت حرب السودان والاعداد تاع المواجهين غير الشرعيين معناها التقارير قاعده تحكي على الارقام قاعده تنفجر معناها الناس هذيك هربه من حروبات معناها بالطبيعه باش يمشيو اي باش يمشيو لمناطق اكثر امنا ونحن معناها في الطريق نتاعهم مش نحن وجهتهم النهائيه معناها نتوقعوا باش نشوفوا اعداد اكثر واكثر برشا اللي نشوفوا فيه توا لازمنا نفهموا معناها هذايا حاجات قاعده تصنع فيها اي جانب الامني من جهه معناها عدم الاستقرار وكيف كيف زاد التغيرات المناخيه راهم هما جايين مجتمعات فلاحيه لما ما فماش امطار ما فماش استقرار في الموارد المائيه المولد نتاعهم قاعد يتراجع بالتالي الناس باش تبحث على طرق اخرى كيما وهذا معناه بالحق يستحق معناه حتى ديبا بيبليك معناه على مستوى سياسياتنا ولا معناه حل التعامل مع الموضوع راه لازم نظره
اكبر برشا من الطريقه اللي نتعاملوا بها نحن. لازم وعي قبل كل شيء، وحاله وعي قبل ومن بعد نجموا نحكيوا فيه، خاطر اذا الوعي والادراك. اي الوعي والادراك. الوعي ومدركين اللي حجم المشكله ما نبخسوش فيها. اكزاكتومون، اذا كان خاطر مانيش واعيين دونك علاش باش نحكيوا في حاجه مانيش مدركينها ولا واعيين بها ونحلوها معناتها بتغييرات هكا على مستوى الاداره او غيره، معناها بخطابات هذا بها ماهوش الحل بالكل. وهذا كما قلت انت هذا كلفه على معناتها الاقتصاد التونسي، الاقتصاد العالمي، وحنا جزء من العالم مانيش عايشين وحدنا، هذا كيف انت قلت وحمدي حشيد. دونك هذا كل يوم ساكري اون اورجونس، اليوم معناها الوضع معناها يتطلب طارئ، يعني يتطلب تدخل سريع. والهجره حتى داخل تونس راه مش من برا من تونس، حتى داخل تونس راه فما جهات ما عندهاش ما تشربوا، يعني تمشي العين ولا والعيون هذايا قاعده اليوم حتى الان. حتى الان سامحني ما فماش دراسه معتمده رسميه للنزوح المناخي في تونس. مازلنا ما شخصناش الظاهره، مازلنا ما عطيناش الاسباب، فما حتى تحكي مع المسؤولين، فما شكون يبخس في الموضوع ما يعطيوش خينته، يمشي لك ديما اللي انت تهول. هذه مش نهول، يعني فما دول متقدمه باصوات على سياساتنا وبامكانيات اكبر من امكانياتنا، واقرت لي فما مشكل وقاعده تتعامل معاه. شنو اللي يمنعك انت تستقبل الموضوع تلكي ليه ونبدا نشوفوا معناها في الحلول المحليين كيفاش نجموا نصرفوا؟ معناها راهو معناها انت صغار فلاحين جزء كبير منهم قاعده تتخلى على اراضيها، لازمك تفهم الموضوع هذا. معناها الولايات فما صعوبات مناخيه كبيره باش يوفر الماء. بالضبط. معناها مش معناها الزرع نتاعو ينجح، قاعدين هذا نتعاملوا معاه، ما نتعاملوش معاه بالوتله والسيمينارات واشرف السيد الوالي، ما تصيرش بالطريقه هذه الحكايه. لازم انا اعمق الحكايه مش بك المجالس اللي قاعده تصير. معناها للاسف راه نشوفوا في حكايات اداريه بحته، معناها على ارض الواقع، معناها اللي الجزء اللي ينتقل من الاجراءات الاداريه على ارض الواقع قليل وقليل جدا، وهذا ما يسيرش. ديما نعاودوها راهو الحكايه اخطر برشا من اللي نتصور، مانيش نهولوا. مانيش نهولوا، هذا واقع للاسف ما كان نتغاضاو عليه، معناتها عواقبه باش تكون اكبر من اللي ديجا اللي نشوفوا فيه كل عام. يعني تقريبا ولينا نعيشوا ما عرفش قداش من شهر صيف يعني، وشويه اشهر حتى مش شتاء يعني خريف، يمكن معناها فصل الشتاء قاعد يختفي تدريجيا احنا اونتوكا في النص نتاعنا في الكره الارضيه. شكرا لك حمدي حشيد. يعيشك. دونك كان هذا حمدي حشيد، حكينا على الاوفرشوت دي اللي هو دخلنا نهار غرة اوت، استعملنا موارد نتاع عام كامل في 7 شهور في الكوكب نتاعنا في الكرة الارضية، واللي هي حاجة مهمة وخطيرة. نخلي بلاصتي لسهيلة سمعي الموجز.